تتوقع نتيجه مباراه النهارده الجزائر والسنغال كام؟ ان شاء الله 1-0. الجزائر ولا السنغال؟ لا الجزائر. لا ان شاء الله الجزائر هتكسب. ان شاء الله الجزائر هتكسب. الجزائر ان شاء الله. يعني كسبوا كام؟ توقعت كده 1-0 الجزائر. تفتكر بقى مين يجيب الجون؟ دي علمها عند الله. ان شاء الله 2-1 للجزائر. لا اتوقع الجزائر بس انا نفسي السنغال تعملها. ان شاء الله للجزائر. الجزائر يعني فريق تقيل وفريق كويس وان شاء الله الجزائر. برضو السنغال معهم سيديو ماني فهتبقى في منافسه قويه ما بينهم وبين رياض محرز. اكيد طبعا حاجه زي كده بس الجزائر افضل. رياض محرز هيبقى احلى من سيديو ماني. الجزائر ده فريق قوي. والجزائر فريق قوي طبعا ما نقدرش نقول حاجه. والسنغال فريق طبعا رياض محرز. ورياض محرز والسنغال فريق قوي طبعا وان شاء الله التوفيق للجزائر. افرغوا ما بيلعبوش زي الناس في السنغال انه مصر مختلفين بالفرق اللي بره مش بيلعبوا للولاء للوطن. شايف روح الجزائر اقوى بصراحه هم عايزين البطوله من اول البطوله والماتش الاولاني ما كسبوه. الماتش الاولاني كان احسن من السنغال والجزائر حتى هم اقوى يعني فانا اتوقع 2-1 للجزائر.